العراق مهد الحضارة، وأول فنون الزراعة بدت من أراضيكم، من العراق بدت، بدت من سومر ومن الكوت ومن الناصرية ومن البصرة. وهاي الفنون وهاي الحضارة هي أجدادكم سووها، وأول حضارة نهرية كان في العراق كذلك. العراق أرض السواد، يعني أرض الخصوبة. العراق لحد فترات قريبة كان واحد من أهم مخازن الحبوب بالشرق الأوسط ومصدر، لكن بسبب عدم المسؤولية والفوضى والحروب العبثية خلوا شعبنا المسكين يدفع ثمن باهظ. المطلوب عندنا اليوم ندعم الفلاح. واحدة من مشاكلنا وتحدياتنا الكسل والفساد اللي خلى البعض يعتمد بسياسة ببناء الدولة على النفط. النفط بدل ما يتحول نعمة ورفد شعبنا بحياة كريمة، مع الأسف الشديد تحول إلى ساحة للفساد وإلى جاذب للفساد، وتحول إلى نقمة. فما عندنا خيار غير الاعتماد على بدائل حقيقية تحسس الجميع بالمشاركة بناء الوطن، وهي الزراعة. مطلوب على دعم الفلاح، وسوف نعمل على دعم الفلاح رغم التحديات الصعبة اللي مرينا بها هالسنة. سنة قاسية جدا، نجحنا بتوفير الأموال للفلاح، شراء المحصود من الفلاح ودفع أثمانه في أسرع وقت. دفعنا وقدمنا التعهد والتزمنا به. كذلك هذه السنة عملنا بكل جد على منع الاستيراد وحماية المنتوج الزراعي العراقي. وصف عراق بدل ما يستورد يصدر، هذه تجربة جديدة نحتاج نحميها، ونحتاج نستخدم تقنيات جديدة مثل ما كانوا أجدادنا صناع الحضارة، حضارة الزراعة. المطلوب إحنا اليوم أحفادهم نستفاد من التقدم العلمي في التقنيات في الزراعة. عندنا مشكلة مياه حقيقية، بدون مياه ما تنجح الزراعة. المطلوب أن نتوقف عن الهدر الغير مبرر وبالأساليب التقليدية القديمة في الزراعة. يجب أن تكون هناك تقنيات جديدة. كثير من دول العالم اللي توفر بالمياه بدأت تستخدم التقنيات لتوفير المياه. يجب نتعاون جميعا بهذا الخصوص. أريد نشارك الجميع، يشارك في بناء هذا العراق الجديد. ما عندنا خيار غير عملية ديمقراطية. أما نفرض إراداتنا بالقوة على آخرين والآخرين يرفضونا، وهل جلسة وهل قاعدة بنقدر نحققها؟ أما نبني بلدنا، بناء البلدان تحتاج صبر، وكثير من شعوب العالم مرت بتجارب أقسى من تجاربنا، ولكن شلون نجحت عبرتها بالصبر وبالتحدي. يجب نقبل التحدي، يجب نتعاون جميعا، ويجب أن نسمح للكفاءات أن تأخذ موقع القيادة في إدارة الوزارات والمشاريع الاستثمارية المستقبلية لهذا البلد. يجب أن نعمل على تغيير واقعنا عن طريق المشاركة بالانتخابات، انتخابات قادمة مفصلية لبناء مستقبل، لحل مشاكلكم اللي طرحتوها. مشاكلكم طرحتوها سببها كلها انعكاسات الوضع السياسي. يجب أن نعمل جميعا وتشجيع الناس على المشاركة بالانتخابات بكل قوة لاختيار من يمثلهم، وخلي لنا نبني صورة سوداوية أو نصنع اليس من السا. من شارك بالانتخابات والقاطع على هذا الكلام غير صحيح. يجب أن نعمل بكل قوة لبناء فرصة وفرصة أمل للمستقبل. ما عندنا خيار بالصراع السياسي غير الانتخابات. ليس السلاح حل ولا الحرب الأهلية حل أو تخويف الناس أو الاغتيالات.
هذا ما راح يبني بلد، راح يدمر بلد. المطلوب نتعاون جميعا بالانتماء للعراق، بعيد عن العناوين المذهبية والطائفية. العناوين الطائفية المذهبية والقومية ما جابت لنا غير الدمار.